متابعي قناة ديانة التعليمية، أهلا وسهلا بكم. إذا بعدما رأينا مكونات جزيئة الأديان، اليوم سنرى بنية جزيئة الأديان. إذا كتذكير في البداية، قلنا في الحصص الماضية أن الصبغي عند حقيقة النواة يتكون من أديان وكذلك بروتينات خاصة تدعى بالهيستونات، ويلتف خيط الأديان حول هذه الهيستولات. نريد أن نعرف في هذه الحصة بنية الأديان. الأديان هو الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين كما رأينا في الحصص الماضية. وفي الإماهة الكلية للأديان وجدنا أنه يتكون من حمض الفوسفوريك H3BO4 والديزوكسي ريبوز سكر خماسي منقوص الأكسجين وأربع قواعد أزوتية: أدينين، جوانين، سيتوزين، وتايمين. هذا في الإماهة الكلية. ثم بيّنت الإماهة الجزئية أن جزيئة الأديان تتكون من متعدد نيكليوتيدات، وكل نيكليوتيدة تتكون من حمض الفوسفوريك وسكر خماسي منقوص الأكسجين وأحدى القواعد الأزوتية. ففي القرن الماضي تنافس مجموعة من العلماء للتوصل إلى بنية جزيئة الأديان، فقد تنافس فريقان من العلماء في هذا الأمر، وهما فريق جامعة لندن المكون من العالمين روزالين فرانكلين وموريس ويلكينز، وفريق آخر من جامعة كامبريدج هما جيمس واتسون وفرانسيس كريك. إذا لنرى كيف تم اكتشاف جزيئة الأديان. في البداية سندرس أعمال أروين شارجيف. قام هذا العالم بتحليل كمي للقواعد الأصوتية لجزيئة الأديان عند الإنسان وعدد من الكائنات الحية الأخرى، فتحصل على هذه النتائج. إذا لاحظوا معي، عند الإنسان 30.9 بالنسبة للأدينين و19.9 بالنسبة للجوانين القواعد الأزوتية البيونينية، كذلك بالنسبة للسيتوزين 19.8، وبالنسبة للتايمين 29.5. وقام هذا العالم بتحليل كمي للقواعد الأزوتية لعدد من الكائنات الحية من بينها الدجاج والسلمون والجراد والقمح وخميرة الجوع. إذا عند حساب A على T نجد أنها تساوي 1.05 تقريبا، 1 جي على سي تساوي 1، و A زائد جي على تي زائد سي تساوي تقريبا 1. هذا بالنسبة للإنسان وكذلك بالنسبة للكائنات الأخرى الدجاج والسلمون والجراد والقمح وخميرة الجوع، يعني أنه A على تي تساوي 1 و جي على سي تساوي كذلك 1، و A زائد جي على تي زائد سي تساوي كذلك 1، بينما ال A زائد تي على سي زائد جي لا تساوي الواحد. إذا من خلال هذه النسب، A على تي تساوي 1، هذا يعني أن A تساوي تي، وكذلك هنا ال جي تساوي سي، و A زائد جي تساوي تي زائد سي، بينما A زائد تي لا تساوي سي زائد جي. إذا تمثل هذه الوثيقة النسب المئوية للقواعد الأزوتية عند الإنسان وعدد من الكائنات الحية الأخرى، حيث نلاحظ عدد القواعد الأزوتية للأدينين مساوي للتايمين A تساوي T، والجوانين مساوي للسيتوزين أي G تساوي C، وعدد القواعد البيريميدية يساوي عدد القواعد البيورينية أي A زائد G تساوي T زائد C. هذه النتائج توصل إليها العالم شارجاف. إذا ترتبط القواعد الأزوتية في جزيئة الأديان على شكل أزواج، بحيث ترتبط الـ A مع الـ T وترتبط الـ C مع الـ G. وكفرضية يمكن اقتراحها أن جزيئة الأديان تتكون من سلسلتين من النيكليوتيدات. إذا كما قلنا، العالم شارجاف
وجد أن عدد القواعد البيورينية يساوي عدد القواعد البيريميدية. وجد أن الـ A تساوي الـ T والـ C تساوي الـ G. ثم أتت كل من العالمة روزالين فرانكلين ومساعدها موريس ويلكينز، حيث قامت هذه العالمة بتصميم جهاز يعمل بالأشعة الصينية لتصوير جزيئة الأديان. في عام 1950 درس الباحثان جزيئة الأديان بواسطة الأشعة إكس، فتحصل على الصورة بشكل حرف إكس تمثل طيف انكسار الأشعة الصينية، إذن صورة لحيود الأشعة الصينية، فتحصلوا على هذه الصورة التي تعتبر أشهر صورة في القرن العشرين، أشهر صورة في عالم البيولوجيا، حيث أن اكتشاف بنية الأديان تعتبر من أعظم الاكتشافات البيولوجية على الإطلاق. إذا تحصلت هذه العالمة على هذه الصورة، وكان ينبغي القيام بعدة حسابات للوصول إلى بنية جزيئة الأديان. بينما كان باحثون في جامعات أخرى ربما يبحثون في مكونات الهيستونات، فكان يعتقد في ذلك الوقت أن مقر المعلومات الوراثية قد يكون في الهيستونات، بينما هذان العالمان فقد ركز أعمالهما على الحمض النووي الأديان. ثم قام مساعد روزالين فرانكلين بأخذ هذه الصورة دون علم روزالين فرانكلين إلى العالمان جيمس واتسون وفرانسيس كريك الحاصلان على جائزة نوبل سنة 1962. اعتمد هذان العالمان على أعمال شارجاف وأعمال روزالين، وأظهر باستعمال طيف انكسار الأشعة الصينية المطبقة على جزيئات الأديان أن هذا الأخير ذات بنية حلزونية، واقترح العالمان نمطا دقيقا لهذه البنية كما هو موضح في الوثيقة صفحة 107. هذا النموذج الذي اقترحه العالمان واتسون وكريك. فروزالين فرانكلين ساهمت أبحاثها بشكل كبير في اكتشاف بنية جزيئة الأديان، حيث اعتمدت هذه العالمة في أبحاثها على تقنية حيود الأشعة الصينية، مما مكنها من تصوير جزيئة الأديان بشكل أفضل من الصور المحصل عليها من طرف واتسون. استغل العالمان ويلكينز وواتسون وكريك أبحاث فرانكلين لاقتراح نموذج اللولب المضاعف، ولكن دون الإشارة في مراجعهم إلى مساهمتها في هذا الاكتشاف، مما حرمها من الحصول على جائزة نوبل التي تحصل عليها العلماء السالف ذكرهم. إذا لاحظوا معي نموذج جيمس واتسون وفرانسيس كريك، بما أن عدد الأدينين تساوي عدد التايمين والجوانين يساوي السيتوزين، فهذا يعني أنهما متمما لبعضهما البعض. لاحظوا معي الجي يقابل السي بثلاث روابط هيدروجينية، الأ تقابل التي برابطتين هيدروجينيتين، كذلك هنا التي تقابل الأ برابطتين والسي تقابل جي برابطتين. هذه الروابط روابط هيدروجينية. عدد الروابط الهيدروجينية بين القواعد الأزوتية أ و تي هو رابطتين، وبين السي والجي ثلاث روابط هيدروجينية. لاحظوا معي جيدا، يتكون الأديان من سلسلتين من متعدد النيكليوتيدات، لدينا سلسلة واحد وسلسلة اثنان مكونة من متعدد نيكليوتيدات ترتبط مع بعضها البعض، بحيث ترتبط الأ مع التي والسي مع الجي، وتلتفان حلزونيا ببعضهما بشكل حلزون وتكونان متعاكستان في الاتجاه. لاحظوا هنا من النهاية خمسة فتحة للكربون رقم خمسة إلى النهاية ثلاثة فتحة، يعني ذرة الكربون رقم ثلاثة، هنا ذرة الكربون رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة، يعني رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة رقم أربعة، وهنا رقم خمسة. إذا من النهاية خمسة فتحة إلى النهاية ثلاثة فتحة، بينما السلسلة الأخرى تكون بالمقلوب،
يعني تكون من ثلاثة فتحة، لاحظ هنا واحد اثنان ثلاثة، النهاية ثلاثة فتحة، إلى النهاية خمسة فتحة، ذرة الكربون رقم خمسة. إذا لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة وهنا خمسة. الأديان مكون من سلسلتين تلتفان حلزونيا حول بعضهما البعض وتكونان مقلوبتان أو متعاكستان في الاتجاه. هنا الصورة التي موضحة في كتابكم، هذا نموذج واتسون وكريك الذي اعتمدا في إنجازه على أعمال روزالين فرانكلين وكذلك أعمال العالم شارجاف. إذا لدينا هنا المسافة التي تشغلها زوج من النكليوتيدات، إذا لدينا نكليوتيدة هنا تقابلها نكليوتيدة هنا في الشريط الآخر 0.34 نانومتر. كل لفة، لاحظوا لفة واحدة تتكون من 10 أزواج من القواعد الأزوتية، أي طول اللفة الواحدة 3.4، لأنه يعني هنا لاحظوا 0.34 لي زوج واحد من النكليوتيدات، وكل لفة فيها 10 نكليوتيدات، إذن طول اللفة 3.4 نانومتر، وقطر الأديان 2 نانومتر. هذا هو نموذج أو بنية الأديان، أظن أن الأمر واضح. ينبغي التركيز هنا جيدا لأن هناك العديد من التمارين التي تطلب من خلال بعض المعطيات حساب طول جزيئة الأديان وحساب عدد القواعد الأزوتية. يعني يتم حساب طول الأديان بالوحدات بالنانومتر ويمكن تحويلها إلى المتر، لأنه في خلية واحدة بالنسبة للإنسان يوجد حوالي 2 متر من الأديان، وهذا ما يبين العدد الهائل من النكليوتيدات في جزيئة الأديان عند الإنسان وعند الكائنات الحية الأخرى. الآن هل بنية الأديان متماثلة عند جميع الكائنات الحية أم لا؟ من أجل معرفة ذلك لاحظوا معي هذه الوثيقة. لدينا بنكرياس فأر، خلية من منتجة للأنسولين وهي خلية بيتا. استخلاص الأديان الموافق للأنسولين، إذا نستخلص الأديان المورثة المسؤول عن تركيب الأنسولين ونحقنه في بكتيريا، حقن الأديان في بكتيريا إشريشيا كولي، ونترك البكتيريا تتكاثر. ثم نلاحظ أن البكتيريا أصبحت قادرة على إنتاج الأنسولين، نفس الأنسولين الذي ينتجه الفأر. إذا من خلال هذه الوثيقة التي تمثل نتائج حقن قطعة أديان فأر في خلية مستقبلة البكتيريا، حيث نلاحظ يؤدي عزل مورثة قطعة الأديان المرغوبة وإدماجها في بلازميد بكتيري وتركها للتكاثر إلى الحصول على بكتيريا معدلة وراثيا. هذه البكتيريا معدلة وراثيا منتجة للأنسولين. كذلك يؤدي حقن قطعة من الأديان كائن في كائن آخر مختلف تكاثر دلالة على دمج الأديان، وهذا ما يبين أن بنية الأديان متماثلة عند جميع الكائنات الحية. إذا من خلال هذه الوثيقة يتبين لنا أن الصفات الوراثية هي على شكل قطع من الأديان، وكذلك أنها متماثلة عند جميع الكائنات الحية. كخلاصة لهذا الدرس، تتركب جزيئة الأديان من تتالي عدد كبير من تحت وحدات تدعى النكليوتيدات. تتركب كل نكليوتيدة من قاعدة أزوتية سكر خماسي بنتوز متمثل في الريبوز منقوص الأكسجين وحمض الفوسفور. تتضمن جزيئة الأديان 4 أنماط من النكليوتيدات حسب القواعد الأزوتية: أدينين، جوانين، سيتوزين، تيمين. تتشكل جزيئة الأديان من سلسلتين نكليوتيدتين ملتفتين التفافا حلزونيا مضاعفا، نموذج واتسون وكريك. تستقر سلسلتا الأديان بواسطة روابط هيدروجينية بين القواعد الأزوتية المتكاملة A مع T و C مع الجي. تشكل بنية جزيئة الأديان المرتبطة بتنظيمها الجزيئي بنية متماثلة عند جميع الكائنات الحية. الطبيعة الكيميائية للمورثة، توجد الصفات الوراثية على شكل مورثات في جزيئة الأديان.
إذن لجزيئة الأديان بنية متماثلة عند جميع الكائنات الحية، لكن أين يكمن الاختلاف؟ تختلف جزيئات الأديان فيما بينها فقط في تتابع القواعد الأزوتية على طول السلسلة والعلاقة النسبية لها، مما يؤدي إلى اختلاف معلوماتها الوراثية. الاختلاف إذن يكمن فقط في تتابع هذه القواعد الأزوتية والعلاقة النسبية لها. A زائد T على C زائد G تختلف من كائن حي إلى آخر. وبهذا نكون أنهينا هذا الدرس. لاحظوا أننا في البداية كنا نعرف فقط أن الخلية مكونة من غشاء هيولي ونواة وهيولة، ثم تعرفنا على بنية الخلية بالمجهر الإلكتروني وتعرفنا على عضيات جديدة لم نكن نعرفها في السابق. كذلك كنا نعرف أن النواة هي مقر المعلومة الوراثية، ثم تعرفنا على الصبغيات وقلنا أن الصبغي مكون من أديان وهستونات عند حقيقة النواة ومن أديان فقط عند بدائية النواة. ثم جزيئة الأديان لم نكن نعرف لا بنيتها ولا مكوناتها. تعرفنا على مكوناتها وتعرفنا كيف تم التوصل إلى بنية جزيئة الأديان الذي يعتبر من أعظم الاكتشافات البيولوجية على مر التاريخ، وتعرفنا على بنية جزيئة الأديان التي توصل إليها العلماء في القرن الماضي. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ونلتقي في دروس قادمة إن شاء الله. أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.